السلام عليكم اخواني اخواتي، الناس اللي كيسولوا على الانتاج ديال الافوكادو الفويرتي الرطبه اللي معروفه بالرطبه. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد النموذج ديال الشجره اكثر من ناجحه. لاحظوا الحجم ديال الانتاج، انتاج غزير جدا، الكاليبر ديال الثمرات جيد جدا، شجره يعني الحجم ديالها يبشر بانها ستحافظ على هذا الثمار حوالي 90 حتى 95%، بمعنى ما يكونش تساقط ديال الثمار. كذلك من ناحيه ديال اللون ديال الاوراق، تلاحظوا ان اللون الاوراق الجديده او لي جون بوس لونها يميل الى الاحمر. كذلك الاوراق القديمه خضراء ذات لون اخضر داكن، وهذا دليل على انها لا تعاني من نقص او من سوء التغذيه. كذلك هناك نسجل السقي منتظم وتسميد منتظم. كما تلاحظون ما شاء الله هذه الشجرة غالبا كنتوقع انها تعطي اكثر من 200 كيلوغرام في هذه السنة. الان غادي نمشي نشوفوا الطريقة باش كتسقى، لان كيف ما كنأكد في بعض الفيديوهات على ان الشجرة كلما كبرت في العمر كلما ازداد سنها كلما انتجت اكثر وكل ما احتاجت للمواد الغذائيه اكثر والمياه اكثر. اذا غنشوفوا الان الطريقه ديال السقي. كيف ما كتشوفوا هذه الطريقه ديال السقي بالرش. لاحظوا كاين 4 ديال الرشاشات. لاحظوا الكوتور كيفاش داير، هذا كوتور ورشاش في نفس الوقت. الاسمده موضوعه في السطح، انا تنعتبر هذا خطا، لكن منين تتكبر الشجره بواحد الشكل كبير ما كيبقاش الغبار اللي تحط الفوق عنده تاثير كبير على الشجره، لكن في السنوات الاولى ضروري من طمر الاسمده الطبيعيه باش نتجنبوا عمليه ديال التبخر. كما اؤكد دائما نبته الحريقه او الحريق حاضره معنا، كذلك البقوله وبعض النباتات اللي كتدل على خصوبه ديال هاد التربه. هاد لافيرم موجوده في النواحي ديال مدينه القنيطره، تبعد عن القنيطره بحوالي 15 كيلومتر. إذا هذه طريقة ديال السقي. شجرة الآن في مرحلة ديال لانويزون يعني العقد، تحتاج إلى كميات زائدة من الماء، ماشي كميات كبيرة، ولكن كما نؤكد دائما السقي منتظم. ملاحظة أخرى هو أن هذه الأشجار الكبيرة أصبحت تحجب أشعة الشمس، ومع ذلك لاحظوا الكم ديال الإنتاج، كم هائل من الإنتاج. الإشارة هذا الشخص هو إنسان متمكن، إنسان متخصص، فلاح يتقن هذا الزراعة ديال هذا النوع ديال العروس التي تنتج الذهب الأخضر. إذا هذا كان نموذج ديال شجرة فورتي عمرها 10 سنوات، عناية جيدة، سقي منتظم وتسميد منتظم، كانت هذه هي النتيجة. شكرا لكم وإلى اللقاء.